السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن الرموز الهيدروليكية. الرموز الهيدروليكية هي مجموعة من الرموز اتفق عليها المهندسون لتمثيل عناصر المنظومة الهيدروليكية ولرسم الخرائط الهيدروليكية. فبدلا من الرسم الجزء يرسم رمز متفق عليه بحيث يمكن أن يفهمه جميع المهندسين. طبعا تتكون المنظومة الهيدروليكية بشكل عام من خزان ومنقيات أو فلاتر ومضخة ومجموعة من الصمامات وأيضا مكابس أو محركات هيدروليكية. طبعا نبتدئها بالخزان الذي هو يكون رمز الخزان بشكل مستطيل مفتوح من الأعلى ويتوسطه خط مستقيم يمثل الأنبوب. طبعا هناك نوعان من الخزانات، خزان يكون بشكل مغلق غير معرض للضغط الجوي، خزان يكون معرض للضغط الجوي. عندما أقول معرض للضغط الجوي ليس معنى هذا أنه مفتوح بالكامل، وإنما قد يحتوي على فتحة يمكن من خلالها تعويض النقص الحاصل بالضغط عند سحب كمية من الزيت من الخزان. طبعا هذا رمز الخزان. بالنسبة إلى الفلتر أو المرشح أو المنقي، يكون رمزه بشكل مربع مقلوب بهذا الشكل ويتوسطه خط بشكل شرطات. هذه الشرطات التي ترونها، شرطة شرطة، هذا رمز الفلتر. طبعا فيه أيضا دخول وخروج. زين، هذا الرمز المبسط للفلتر. نأتي الآن إلى رمز المضخة الهيدروليكية أو المحرك الهيدروليكي. المضخة الهيدروليكية كما تعلمون تقوم بضخ الزيت، بدفع الزيت. أما المحرك الهيدروليكي فيقوم باستقبال الزيت والدوران. إذن رمز المضخة والمحرك يتشابه إلى حد ما، لكنه يختلف باتجاه السهم أو باتجاه هذا المثلث كما ترون هنا. فإذا كان المثلث يشير إلى الخارج فمعنى هذا أن الرمز هو رمز المضخة، هذه المضخة. وإذا كان الرمز يشير إلى الداخل فمعنى هذا أن هذا محرك هيدروليكي. بقي أن نشير إلى أن هذا الجزء يشير إلى موضع ارتباط المضخة بالمحرك الكهربائي أو محرك الاحتراق الداخلي، لأن المضخة تحتاج إلى محرك ليديرها. وأيضا هنا في المحرك الهيدروليكي هذا الجزء يمثل ارتباط المحرك بالجزء المراد تدويره، كأن تكون عجلة أو ما شابه. إذن ممكن أن نشير إلى أن المضخة أو المحرك ترسم عن طريق دائرة طبعا فيها أنبوب للدخول وأنبوب للخروج، وفيها أيضا مثلث إذا أشار للخارج فمعنى هذا أنه مضخة، أما إذا أشار للداخل فمعنى هذا أن هذا محرك. طبعا هنا في المضخة هذا راح يكون الأوت بالقرب من المثلث، أما بالمحرك فالإن هو الذي يكون بالقرب من المحرك. طبعا بالنسبة للمضخة أو المحرك هناك أنواع، فمنها ما تسمى ثابتة الإزاحة. بالنسبة للمضخات ثابتة الإزاحة ومتغيرة الإزاحة. متغيرة الإزاحة هذا بالنسبة للمضخات. والمحركات أيضا نفس الشيء، وأيضا ممكن أن تصنف على أساس أنها تكون ثنائية الاتجاه أحادية الاتجاه، عفوا أحادية الاتجاه وثنائية الاتجاه. فمثلا هذه المضخة تكون أحادية الاتجاه متغيرة الإزاحة، هذه المضخة ثنائية الاتجاه متغيرة الإزاحة، وهذه تكون ثابتة الإزاحة أحادية الاتجاه، وهذه تكون ثابتة الإزاحة ثنائية الاتجاه. طبعا الثنائية يرسم بداخلها مثلثين يشيران إلى الخارج، أما بالنسبة للمحرك فيكون مثلثين يرسم مثلثان يشيران إلى الداخل.
هذا بالنسبة إلى المضخة والمحرك. نأتي الآن إلى الأسطوانات الهيدروليكية، وهي أيضا جزء مهم من أجزاء المنظومة الهيدروليكية، وفيها أنواع متعددة. من هذه الأنواع الأسطوانة أحادية الفعل اللي تمثل لنا هذه الأسطوانة أحادية الفعل Single Acting Cylinder. هذه الأسطوانة بشكل عام، الأسطوانات ترسم بشكل مستطيل مثل ما تشوفون، هذا مستطيل، هذا يمثل لي الأسطوانة. هذا المستطيل يحتوي على مستطيل بداخله صغير يمثل المكبس، والمكبس طبعا يحتوي على ذراع. طبعا هذا هنا عندما أرسم يجب أن أكون بهذا الشكل حتى أكون أكثر دقة، هذا ذراع. وأيضا بما أنه هي أحادية الفعل، إذن تحتوي على منفذ واحد، هو منفذ واحد ممكن أنه يكون للدخول والخروج. هذه الأسطوانة ممكن أنه تكون محملة نابضيا أو بدون نابض. بدون نابض تكون ترجع بفعل الوزن أو بفعل قوة خارجية، كما هو الحال في جهاز الرفع الهيدروليكي في الساحبات القديمة، حيث ترفع الآلة بدخول عن طريق دخول الزيت إلى المكبس، ويقوم برفع الآلة إلى الأعلى. عندما يراد تخفيض الآلة يوضع الصمام في وضع الحياد، فيعود الزيت إلى الخزان عن طريق الضغط عن طريق وزن الآلة. أو في بعض الأحيان أو في بعض الأجهزة ممكن أن يرجع المكبس عن طريق نابض، فيرسم النابض بهذا الشكل. هذا بالنسبة للأسطوانة أحادية الفعل المحملة نابضيا أو غير المحملة نابضيا. نأتي إلى نوع آخر من أنواع الأسطوانات، هو الأسطوانة ثنائية الفعل. هذه الأسطوانة يمكن أن تحريكها بالاتجاهين، ذهابا وإيابا، يمينا ويسارا، أعلى وأسفل، حسب وضع الأسطوانة. فتحتوي على منفذين لدخول الزيت وخروجه، فلهذا سميت ثنائية الفعل. نفس الرسم رمز الأسطوانة أحادية الفعل، لكن تحتوي على منفذ آخر. وهذه الأسطوانة ثنائية الفعل قد تكون بذراع واحد single rod أو بذراعين double rod. هذا single rod، هذا single rod A، هذا A، وB هو راح يكون double rod، يعني بها ذراعين من كلا الجانبين. زين، ترسم بهذه الطريقة. الأسطوانة تكون بعض الأحيان تحتوي على ما يسمى بالوسادة. هذا الجزء الصغير إذا تشوفوه هنا، هذا الجزء الصغير هذا يدعى وسادة. فقد تكون وسادة من طرف واحد، أو قد تكون وسادة من طرفين، كما هو الحال في هذا النموذج B. هذه الوسائد في بعض الأحيان ممكن تغيير مسافاتها أو أطوالها، مما يؤدي إلى تغيير شنو شوط الأسطوانة. هذا الـ Adjustable Stroke، هذا النوع تكون ممكن قابلة للتغيير، تغيير أطوالها، فلهذا شوط الأسطوانة ممكن تغييره. شوط الأسطوانة أقصد به المسافة التي تتحركها الأسطوانة أثناء عملها. نأتي إلى آخر نوع من أنواع الأسطوانات، هو تلسكوبيك سلندر. تلسكوبيك سلندر عبارة عن مجموعة من الأسطوانات. تخرج الأسطوانة الأولى اللي هي تمثل لي هذا الجزء، ثم الأسطوانة التي تليها، خلنا نأخذها بغير لون، والأسطوانة التي تليها اللي هي هاي أو المكبس. فهذا تستخدم الأسطوانات في بعض الأحيان بالرافعات الكبيرة، ذات الارتفاعات العالية.
فيخرج مكبس ثم يليه مكبس آخر ثم يليه مكبس آخر لغاية الوصول إلى الارتفاع المطلوب. وهذه أيضا ممكن أن تكون مزدوجة الفعل أو أحادية الفعل، فإذا كانت مزدوجة الفعل فترسم بهذه الطريقة بمنفذ واحد، وإذا كانت مزدوجة فترسم بمنفذين. طبعا عبارة عن مثل ما تشوفون مستطيل يحوي مجموعة متداخلة من المكابس، هذه الأسطوانات التلسكوبية. نأتي على موضوع جديد وهو Pressure Control Valve أو الصمامات السيطرة على الضغط. عندنا كثير من أنواع الصمامات للسيطرة على الضغط، لكن نقتصر هنا على ذكر ثلاث أنواع رئيسية، وهي الصمام يسموه صمام تحديد الضغط، هذا صمام تحديد الضغط اللي هو Relief Valve، Pressure Relief Valve، وعندنا ايضا صمام تقليل الضغط، صمام تقليل الضغط اللي يسمى Pressure Reducing Valve، وعندنا الصمام التعاقب يسموه. طبعا راح نجي نشرحهم واحد واحد. الصمام تحديد الضغط عادة تزود المنظومات الهيدروليكية بصمام يسمى صمام تحديد الضغط، هذا الغرض منه انه يعطيني نوع من السيفتي او الامان للمنظومة، يحدد على ضغط معين، فاذا تجاوز ضغط داخل المنظومة هذا الضغط يفتح الصمام ويرجع قسم من الزيت الى الخزان ليرجع الضغط الى المستوى المحدد عليه. طبعا صمام تحديد الضغط اذا اريد ارسمه بشكل عام، صمامات الضغط ترسم بهالشكل هذا. عندنا اول شيء نرسم شكل مربع، هذا مربع، طبعا المربع بدخول وخروج عادة، هذا دخول وهذا خروج، اللي يحدد لي طبعا هذا السهم، هذا السهم هو اللي يحدد لي من الدخول ومن الخروج. زين، اذا مربع بدخول وخروج. ايضا لازم اعرف انه هذا الصمام في الوضع الطبيعي يكون مفتوح او مغلق. طبعا نجي على صمام تحديد الضغط بالوضع الطبيعي هو يكون مغلق، يفتح عندما يزداد ضغط المنظومة عن الضغط المحدد المنظم عليه الصمام ليعيد جزء من الزيت إلى الخزان. صمام تقليل الضغط يكون في الوضع الطبيعي مفتوح، وسنشرح لماذا يكون مفتوح في الوضع الطبيعي. الصمام التعاقبي أيضا يكون مغلق مثل الصمام تحديد الضغط. إذا بما أنه صمام تحليل الضغط يكون مغلق بالوضع الطبيعي، فيجب أنه هذا السهم، هذا السهم لا يربط الان بالاوت، ليس بموازاة الان والاوت، معناته قاطع الجريان. زين، هذا شنو اللي راح يخليه ينفتح؟ نجي هذا استشياهل ان ياهل اوت، صار عندي هذا الان لانه من اتجاه السهم، وهذا صار عندي الاوت. زين، ما الذي يجبر الصمام على ان يكون مفتوح عندما يزيد الضغط عند هذه النقطة؟ اذا زاد الضغط راح يدفع لي الصمام فراح ينفتح. ما الذي يرجع الصمام الى وضعه الطبيعي المغلق؟ يوجد هنا نابض. فبهذه الحالة، ايش راح يصير؟ راح يصير انه عندما ياتي الزيت، لنفترض هنا يوجد مضخه متصله بهالشكل هذا، وهنا يوجد ايضا صمام توجيهي، وايضا يوجد هنا مكبس على سبيل المثال، يوجد مكبس. فالمضخه تضخ الزيت، عندما يصل المكبس الى هذا الوضع، لنفترض الى هذا الوضع، وضع اعلى نقطة ممكنة، سيزداد الضغط، فعندئذ سيقوم الصمام هذا يسمى البايلوت لاين او صمام تحسس المنظومة، عندما يرتفع الضغط في المنظومة، سيرتفع في هذه النقطة، سيقوم بدفع هذا الجزء ليقوم بفتح مجرى الى الزيت ليعود الى الخزان، طبعا هذا مرتبط بالخزان. زين،
وعندما يزول الضغط يقوم النابض بدفع هذا السهم إلى هذا الاتجاه فيرجع الصمام مغلق. فإذا ببساطة هسه هذا رسمته بنفس الشكل المرسوم هنا، راح أحاول أرسمه بشكل أفقي. في بعض الأحيان يحتاج أن نرسمه بشكل أفقي حسب اتجاه المنظومة، يعني مو شرط أنه يكون بشكل عمودي. إذا أريد أرسمه بشكل أفقي أيضا نفس الشيء. الخطوة الأولى أرسم مربع، هذا خطوة رقم واحد. خطوة رقم اثنين أجي أرسم الإن والأوت واللي حددها بعدين اتجاه السهم. النقطة هاي ثاني خطوة. الخطوة الثالثة أجي أرسم السهم في حالة الغلق. في حالة الغلق يعني غير ليس متوازيا مع الإن والأوت، أرسمه بهالاتجاه. زين اتجاه خليه له طبعا حسب إذا أنا شنو الاتجاه اللي أريده. خلنا نفترض هذا الاتجاه، إذا صار عندي هذا الإن وهذا الأوت. زين ايش بقى عندي؟ بقى عندي البايلوت لاين. البايلوت لاين ايش يتحسس لي؟ الداخل والخارج يتحسس لي الداخل الان. ارسمه بشكل منقط واوصله الى منتصف المربع. زين طبعا بهالشكل هذا صح لو خطا؟ بهالشكل خطا. ليش؟ لانه هو مو منا راح يدفع لي هذا السهم، راح يدفع لي بالاتجاه المعاكس. فارسمه وين؟ ارسمه بهالاتجاه. عرفتوا الاتجاه ايش قد ضروري؟ النابض بالعكس راح ارسمه. البايلوت لاين مو ارسمه بالاتجاه خلينا نقول الاعلى، النابض راح يرسم بالجانب الاسفل وهكذا، لانه هذا مسؤول عن فتح الصمام. فتح الصمام، النابض مسؤول عن غلق الصمام، فاحدهما متعاكس مع الاخر. هذا هو بالنسبة للصمام الريليف فالف أو صمام تحديد الضغط. زين نجي إلى، طبعا ما راح أمسحها أو خلنا نمسحها لأنها هي موجودة هنا. نجي نرسم النوع الآخر وهو صمام تقليل الضغط. صمام تقليل الضغط شنو وظيفته؟ وظيفته أنه أنا عندي ضغط بالمنظومة خلينا نقول 100 PSI pound per square inch 100 باسكال على الانج المربع. اني هذا الضغط داخل المنظومة، لكن اني الجزء اللي احتاجه، الجزء اللي اشغله مثلا خلينا نقول اسطوانة هيدروليكية او محرك هيدروليكي، هذا يحتاج ل 20 PSI pound على الانج المربع. فأستخدم هذا الصمام حتى أقلل الضغط الداخل إلى الجزء مالتي اللي يحتاج 20 باوند على الإنج المربع. فشون يرسم هذا؟ عادة يكون مفتوح بالوضع الطبيعي. عندما يرتفع الضغط داخل الجزء سواء كانت اسطوانة أو محرك هيدروليكي راح يغلق مجرى الزيت، فيمنع دخول الزيت الى الاسطوانة لان الضغط وصل الى حد المنظم عليه الصمام، فراح يحافظ لي على الضغط 20 داخل الاسطوانة. متى ما قل الضغط عن ال 20 داخل الاسطوانة راح يرجع يفتح الصمام ويزود الجزء مالتي بالزيت. خلينا نجي نشوف شلون نرسمه. اول شيء ايضا احنا قلنا عبارة عن مربع، طبعا بي ان وبي اوت وسيحددها اتجاه السهم، راح ارسمها للاسفل. زين مفتوح بالوضع الطبيعي، هذا السهم يكون منطبق مع الان والاوت. زين هذا صار عندي الان وهذا صار عندي الاوت لان اتجاه السهم للاسفل. لو كان للاعلى كان لكان انقلبت، كان الاوت للاعلى والان للاسفل. زين هذا الصمام يتحسس لي، طبعا هذا جاي من المضخة، مضخة، وهذا رايح مثلا الى خلينا نقول اسطوانه، فيتحسس لي الضغط داخل الاسطوانه. اذا زاد عن الحد الطبيعي فعندئذ شو يسوي؟ عندئذ يقوم بغلق الصمام، يدفعه بهالاتجاه يغلق الصمام. متى ما انخفض الضغط يوجد هنا نابض يقوم شنو؟ بدفع الصمام لارجاعه الى وضع الفتح وتزويد الجزء اللي اريده بالزيت. فبشكل عام طبعا هنا ايش راح يصير عندي؟
راح يصير عندي ايضا هنا راح يكون عندي هذا راجع الى الخزان. لانه هذا النابض في بعض الاحيان ايضا يحتوي على زيت فايضا يرجع على الخزان. زين، فبهالشكل هذا انا راح ارسم الصمام، راح ارسمه بالشكل الافقي حتى نشوف انه احنا نقدر نرسمه في اي اتجاه احنا نريده. طبعا رسمته للاسفل، ممكن ارسمه للاعلى، حرسمه ايضا الان بالشكل الافقي، مربع ان واوت مفتوح بالوضع الطبيعي، البايلوت لاين مالتي او خط تحسس المنظومة راح يكون على الاوت، هذا الاوت وليس على الان مثل ما قلنا بالصمام تحديد الضغط، على الاوت، والنابض يكون بالجهة المعاكسة، وهنا ارسم خزان. هذا بالنسبة الى صمام تقليل الضغط Pressure Reducing Valve. نأتي على النوع الثالث من صمامات التحكم بالضغط، يسمى الصمام التعاقبي. الصمام التعاقبي من اسمه هو يعمل على تسلسل عمليات المطلوب انجازها. في بعض الاحيان احتاج العمليات واحدة تلو الاخرى، مثل عندي اني على سبيل المثال عندي منضدة، هذه منضدة، وتحتوي هاي المنضدة على بها دريل، هاي خلينا نقول اسطوانة، هنا عندي اسطوانة، هنا عندي مثل البرينة، برينة، وعندي ايضا جزء ماسك للقطعة، قطعة المعدن او قطعة الحديد، هذا جزء ماسك، هاي عندي قطعة، خلينا نرسمها بلون اخر، هاي قطعة معدن باللون الاخضر اريد اثقبها. فعندي راح يكون مكبسين، هذا مكبس، هذا مكبس، وهذا مكبس. فأنا شو أحتاج؟ أحتاج أولاً العملية الأولى أنه هذا يتحرك بهالاتجاه، هاي العملية رقم واحد، إلى أن يصل إلى هذه النقطة. ما عاد ما وصل إلى هذه النقطة أحتاج أنه هذا المكبس ينزل للأسفل يثقب لي هذا المعدن باللون الأخضر بعد وصول لهاي النقطة. بعد ذلك أحتاج أنه هذا المعدن بعد ما انثقب يرجع، طبعا قبل ما يرجع لازم المكبس البريمة أو الدريل ممكن لازم يرجع للأعلى، هاي خطوة رقم ثلاثة، وبعدين يسحب لي هذا المكبس، يسحب لي هاي القطعة بهالاتجاه، هاي رقم أربعة. فأحتاج هيك حالة، فالصمام يسوي لي عملية وعملية. هذا الصمام هو الصمام التعاقبي. شنو وظيفته؟ شلون يرسم؟ أشبه ما يكون بصمام تحديد الضغط Pressure Relief Valve. طبعا هو هذا يكون أشبه ما يكون بPressure Relief Valve، يرسم مثل ما تعلمنا بشكل مربع، هذا مربع، هذا المربع ايضا بي ان واوت. طبعا خلي ارسمه مع منظومة حتى تفتهموا اكثر. عندي مضخة، هذه مضخة، هذا خزان. زين، ارسمه بشكل بسيط. هذا هنا لنفترض صمام توجيهي، وعندي هنا مكبس او اسطوانة. عندي هنا اسطوانة، هاي اسطوانة. طبعا هنا راح الصمام التعاقبي راح يوضع بهذا الشكل، حرسمه بشكل افقي لانه هو الرسم اقتضى هذا الشيء. هذا راح يكون الان، وهذا منه راح يكون الاوت، هذا هاي اتفقنا عليه. زين، الصمام التعاقبي هو مغلق، راح يكون بالوضع الطبيعي مغلق، يعني معنات هذا السهم غير منطبق على الان والاوت. زين، مغلق بالوضع الطبيعي. شو يتحسس؟ يتحسس الضغط داخل الان، نفس الصمام البريشر ريليف فالف، هذا هنا البايلوت لاين مالتي اللي راح يدفع لي هذا النابض، يدفع لي هذا الجزء. هنا راح يكون عندي نابض، زين،
وطبعا هاي من يرسم لك هيك معناته هذا النابض قابل للتنظيم، وهذا طبعا عادة يكون هو حتى هذا ممكن ان يكون قابل للتنظيم. زين، هذا هو الريليف فالف. طبعا هنا راح يكون عندي هذا ايضا نفس الشيء راجع الى الخزان، فراح طبعا هنا هذا وين متصل؟ متصل باسطوانة اخرى او محرك اخر. فنجي نرسم الاسطوانة، والرسم مو كلش دقيق. زين، فايش راح يصير؟ راح يتوجه الزيت بهالاتجاه، راح يتوجه الزيت بهالاتجاه، يحرك لي هذه الاسطوانه الى هذا الاتجاه. متى ما وصلت الى هذا الحد فراح يرتفع ضغط الزيت. من يرتفع ضغط الزيت راح يفتح لي هذا الصمام، يفتح لي هذا الصمام، راح يوجه لي الزيت وين؟ راح يوجه لي الزيت الى هذه الاسطوانه. زين، فهذا الصمام يسموه الصمام التعاقبي. متى ما قل الضغط، طبعا هنا من تفتح الاسطوانة لازم شنو عندي؟ لازم عندي فشي يرجع للخزان، او عندي صمام يسموه ريليف فالف ايضا. فبهالطريقة هذا صمام سوالي شنو هاي العملية؟ زاد الضغط فتح لي مجرى الى الاسطوانة الاخرى، هذه الاسطوانة رقم واحد وهذه الاسطوانة رقم اثنين، هذا الصمام التعاقبي. اشبه ما يكون بصمام تحديد الضغط، يعني هذا مع هذا متشابهين الى حد ما لكن مختلفين بموقعهم. يعني هذا يكون تقريبا قرب المضخة، قرب المضخة ويتصل بالخزان، بينما هذا يكون بين اسطوانتين مثلا، او اسطوانة ومحرك، او محركين هيدروليكية. زين، بين اسطوانتين او محركين او اي شيء، اي اكتويتر. زين، نجي ايضا ناخذ موضوع جديد هو الصمامات التوجيهيه. الصمامات التوجيهيه بها ايضا انواع جدا كثيره، لكن نخص بالذكر منها الصمام عدم الرجوع، يعتبر من الصمامات التوجيهيه لانه يحدد لي اتجاه الزيت باتجاه واحد فقط وليس باتجاهين. الرسم مالته جدا بسيط، هذا الان ومثلث ناقص ضلع بكره او دائرة و اوت، فهذا الان وهذا راح يكون الاوت، يسمح للزيت بالخروج بهذا الاتجاه ولا يسمح له بالرجوع. طبعا قد يكون محمل نابضيا، وهذا النابض ممكن نرسمه بهذا الشكل، زين، او يكون بدون نابض. طبعا في انواع كثيرة ما راح نتطرق لها، نتطرق لها المهمات فقط. زين، عندنا ايضا صمامات توجيهيه يسموها، صمامات التوجيه يسموها سبول تايب. اذا الصمامات التوجيهيه طبعا نشير انها لازم نعرف، حتى نرسمها لازم نعرف شغلتين، نعرف ايش كم عمليه تسوي، او ايش كم موضع، او ايش كم وضع، هاي واحد، ونعرف ايش كم منفذ بيها. طبعا هو يشير لك دائما الى المنافذ، عدد المنافذ، وثم يشير لك الى عدد الوضعيات. فهذه المنافذ وهذه الوضعيات. زين، بعض الأحيان ما يكتبها بهالشكل، هذا يكتب 2 على 2، أو يكتب 3 على 2، أو يكتب 4 على 2، أو 4 على 3. هاي شنو معناته؟ طبعا معناته 3، هاي 3 ways 2 position، 4 ways 2 position، 4 ways 3 position. زين، طبعا انا من ارسم لازم اول شيء ارسم البوزيشنز، يعني ارسم اول شيء المربع. البوزيشن هو يعبرون عنه بالمربع، هذا كل مربع، هذا المربع مثلا هذا يشير الى وضع، هذا المربع يشير الى وضع ثاني، هذا المربع الى وضع اول، وضع ثاني، وضع ثالث. زين، فكل مربع هو يشير الى وضع معين للصمام. زين، المنافذ كيف ننفذ نمثلها؟ ناخذ اي مربع من المربعات اللي رسمناها ونخلي عليه المنافذ. راح نجي نشوف هسه بالامثله اللي راح ناخذها. قبل الامثله اريد اشير لكم انه هاي الصمامات التوجيهيه قد تدار عن طريق زر، يعني دقمه احنا نسميها. ممكن احرك الصمام عن طريق زر، ممكن احرك الصمام عن طريق عتله يدويه، ممكن احرك الصمام عن طريق مثلا نابض،
ممكن احركه عن طريق حدبه او كامه احنا نسميها. زين، ممكن احركه عن طريق صمام كهربائي او مو صمام، يعني بطريقه كهربائيه. وايضا ذني الامور الاخرى ايضا ما راح نتطرق لها الان. زين، هنا من ننتقل هسه خلينا ناخذ امثله. اريد ارسم 2 باي 2 دبليو في، يعني واي فاليو فالف 2 باي 2 واي فالف. هنا شنو 2؟ هاي 2 الاولى تشير لي الى عدد المنافذ مثل ما اشرنا قبل شويه. هنا التو الثانيه تشير لي الى عدد الوضعيات. زين، هنا شنو احتاج اني؟ يعني احتاج اول شيء ارسم الوضعيات، بعدين ارسم المنافذ لكل وضع. زين، خلينا نجي نشوف 2. هذا التو الاولى بوزيشن، فارسم مربعين، كل مربع يشير لي الى وضع. زين، بعد ذلك هاي التو الثانيه تشير لي الى شنو؟ تشير لي الى المنافذ او يسموها البورت او اللي يسموها الويز. فأجي أرسم، أخذ أي مربع، هذا واحد، عفوا هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد، وهنا أيضا أرسم أربع مواضع. زين، شلون راح أربطها؟ أجي على التعليمات، يقول لي normal position closed. يعني شنو normal position closed؟ يعني بالوضع الطبيعي. آسف، هنا أنا رسمت أربع مواضع، هي لازم أرسم موضعين فقط، آسف. فنرسم مربعين هاي البوزيشن، وارسم شنو؟ ارسم منفذين فقط، هذا منفذ وهذا منفذ وهذا ايضا منفذ وهذا منفذ. زين، هسه شو يقول لي؟ يقول لي بالوضع الطبيعي كلوزد. من يكتب لي البي وحدها والاي وحدها معناته شنو؟ يعني بيناتهم فارزه، معناته هذا كلاهما مغلق. فهذا الوضع الطبيعي راح ارسمه بهالشكل، هذا معناته كلوز، وهذا ايضا هذا معناته كلوز. هذا الوضع الطبيعي. الوضع الغير طبيعي هو وضع التوصيل، عادة الـ P للـ A يكون، هذا الوضع الطبيعي الـ P للـ A. طبعا هو راسمه بهالشكل هذا، يعني رايح وراجع. زين، نجي هذا في وضع الغلق. زين، في وضع الجريان شلون يصير؟ في وضع الجريان، في وضع الجريان ايضا الوضع الطبيعي يريد وضع الجريان، فاجي ارسمه بهالشكل هذا، ايضا مربعين. زين، عندي منفذ واحد، منفذ اثنين، وهذا ايضا منفذ واحد، منفذ اثنين، هذا ال P وهذا ال A. زين، الوضع الطبيعي يقول ال P يوصل ويا ال A، هذا السهم معناته يوصل. فشكتب ال P ويا ال A، هذا الوضع. طبعا هو هنا هيك كاتبه لانه ما عندي خزان، فالظاهر يرجع الى المضخة. زين، او يعني هو من يرسم هيك معناته مو شرط يرجع الى المضخة، قد يعني قد يرجع الى صمام تحديد الضغط اللي سبق وانشرنا له. زين، ف بهالشكل هذا. وهنا الوضع ايش راح يصير؟ راح يكون غلق. لاحظوا انه الوضع انعكس، هنا صار وضع الفتح هو الرئيسي هنا، ووضع الغلق هو الثانوي، بينما هنا وضع الغلق هو الرئيسي ووضع الفتح هو الثانوي. زين، هذا بالنسبه الى المثال الاول. المثال الثاني اللي معطينا اياه راح يكون شنو؟ راح يكون عندنا 3 ways 2 position، 3 ways ثلاث منافذ، وعندي 2 position يعني وضعيتين. زين، هنا شلون راح ارسمه؟ وضعيتين اول شيء، يعني وضعيتين معناته مربعين، راح ارسم مربعين. زين، 3 ways معناته شنو؟ ثلاث منافذ عندي، فارسم هنا هيك بشكل نقاط، واحد اثنين ثلاثة، وايضا هنا نفس الشيء اكرر، هنا واحد اثنين ثلاثة. زين، هنا شو يقول لي؟ طبعا ايش عندي المنافذ؟ هو هنا معطيني اياها بي تي، هذا البي وهذا التي وهذا الاي. بي يعني بامب، وتي هذا البي، بي يعني بامب مضخة بامب، والتي يعني تانك خزان، والاي يعني اي ممكن يكون اسطوانه او محرك او اي شيء. زين، فهنا هسه شو يقول لي؟ يقول لي بالوضع الطبيعي اريده كلوزد،
البي كلوزد، فهذا اجي اغلق البي، ويريد التي موصل مع الاي بهالشكل هذا. زين، الوضع الاخر ايش راح يكون؟ راح طبعا بالطبع راح يكون البي متصل بالاي، طبعا ما اكتبها، ما اكرر الرموز، البي هذا يعني هو بس حكتبها على مود تعرفون، البي موصل ويا الاي، والتي هو راح يكون مغلق. هذا الوضع الثاني، الرموز ما يعني اكتبها فقط على وضع واحد، زين، اللي هو الوضع الرئيسي. زين، نجي على النورمال البوزيشن اللي هو في هذا الفلو، راح ارسمه بهالشكل هذا. طبعا انا رسمت الوضع الطبيعي من هالصفحه، ماكو مشكله. راح نرسم ايضا شنو، راح نرسم هذا البامب وهذا التانك وهذا الاي. طبعا شي يريد وضع طبيعي، البي للاي، هذا البي للاي، التانك يكون بشكل مغلق. الوضع الاخر طبعا هذا هنا اكتب بي، هنا اكتب اي، وهنا اكتب تي. الوضع الاخر اكيد ايش راح يصير؟ راح يصير البي مغلق والاي يرجع للتي، لكن انا ما اكتب الرموز بهالشكل، امسح الوضع الغير طبيعي، امسحه يعني، امسح الرموز مالته لان هي معروفه، فراح يكون عندي بهالشكل هذا. زين، نجي على مثال اخر حول الصمامات التوجيهيه. مثال اخر اخذ، مثال اخر اللي راح اخذه هو راح يكون كالاتي، يقول 4 باي 2، يعني 4 منافذ ووضعيتين، فارسم وضعيتين 4 منافذ، هي موضح لي انا بالتعليمات. البي الوضع الطبيعي يريده بي ينطي للبي، والاي ينطي للتي، يرجع للتي، فاجي ارسمه هنا، ارسمه هنا، هنا ايش قايل لي؟ تو بوزيشن، فارسم مربعين، هاي مربعين. زين، 4 واي او 4 بورت او 4 منافذ، 4 منافذ راح اجي ارسمها الوضع الطبيعي مالتي هذا، 1 2 3 4، اسميهم بي تي، وهذا الاي وهذا البي. زين، هو شي يريد يقول لي البي للبي، هاي اكتب له البي للبي، اخلي سهم، والاي الى التي هذا سهم. الوضع الاخر ايضا راح يكون بي تي اي بي، لكن شنو راح يكون؟ اكيد راح يكون البي الى الاي، ما تقبل غلط، والبي الى التي. طبعا امسح الرموز حتى لا تتكرر، حيكون بهالشكل هذا. زين، جدا بسيطه، بس مجرد واحد ينتبه الى ما موجود بالسؤال. سؤال او المثال الاخر شو يقول؟ يقول لي ارسم، هذا شوية راح اتجاوزه لانه بي ار، وما اتصور راح يجيكم هيك شيء بالامتحان. زين، وما اريد ادوخكم بي. زين، نجي ننتقل الى صمامات اللي هي 3 بوزيشن. 3 بوزيشن يعني 3 مربعات. زين، 3 بوزيشن، نجي على هذا المثال الاول، 3 بوزيشن ارسم 3 مربعات. طبعا هو يذكر لي اول شيء المنافذ، بس انا اول شيء شنو ارسم؟ المربعات. يعني اول رقم اجي اول شيء على ثاني رقم ارسمه اللي هي مربعات، بعدين اروح على اول رقم اللي هو شنو؟ المنافذ. زين، ما اقدر ارسم منافذ بدون مربعات. زين، فاجي شو يقول لي؟ يقول لي الميد بوزيشن، هنا حددني، يقول لي الوضع الوسطي اللي هو هذا الوسطي شو يريد؟ يريد البي، البي البي والاي والبي والتي كلها مغلقه، فاجي هنا اكتب البي تي، وهنا عندي الاي بي كلها مغلقة، فأرسمها بهالشكل هذا. زين، بعدين أجي أرسم الأوضاع الباقية، طبعا أنت براحتك شلون ترسمها، تريد ترسم هذا هنا وهذا هنا، أو تريد بالعكس، لكن اتجاه الأسهم كون ما يتخربط عندك. زين، نجي على المثال الآخر، يقول لي الميد بوزيشن البامب يرجع للتانك، والأي مغلق والبي مغلق، من يخلي فوارج يعني مغلق. زين، 4 يعني 4 منافذ، 3 يعني 3 مربعات، 3 بوزيشن، فارسم اول شيء 3 مربعات، هاي 3 مربعات. زين، الميد بوزيشن اجي احدد اذا بي تي، وهنا الاي والبي،
شي يقول لي؟ يقول لي البي مرتبط ويا الخزان، فأجي أربطه ويا من؟ ويا الخزان. والأي مغلق والبي مغلق، هذا وضع. الوضع الآخر نفس الوضع اللي قبل الرسمة، هذا من البي للأي ومن البي للتي، وهذا راح يكون من البي للبي ومن الأي للتي، جدا بسيطة. زين، هذا بالنسبة إلى المثال الثاني. المثال الثالث، المثال الثالث شلون راح يصير؟ يقول لي 4 باي 3 يعني أربع منافذ، ثلاث وضعيات، فأجي أرسم الوضعيات ثلاثة. زين، الميد بوزيشن كاتب لي بشكل اتش، يعني شنو؟ يعني البي والاي والبي والتي كلها مرتبطات. فاجي اول شيء اكتب الرموز بي تي وهاي اي هاي بي، كلها مرتبطات مع بعض بهالشكل، هذا بشكل حرف اتش. زين، شوي الرسم مو كل شيء يطلع عندي دقيق. زين، شكل حرف اتش. هنا ايش راح يصير عندي؟ ايضا راح يكون البي للاي والبي للتي، وهنا بالعكس راح يكون عندي شنو هاي صار الساندي، تكون بهالشكل هذا. يعني هذا هيك الحواجز راح تصير، كأنه هاي حواجز. زين، يعني انتو لو تلاحظون بالصمامات الثلاثية كلها مشابهة، لكن الوضع الوسطي هو راح يختلف. زين، نجي على الصمام الآخر أو المثال الآخر. شي يقول؟ يقول 4 باي 3 لكن الميد بوزيشن وركينج لاين بهالشكل هذا، البي مغلق. زين، هذا البي مغلق، الاي متوصل ويا البي ويا التي. فتلاحظون ما راح ارسمه، هو هنا واضح البي هذا مغلق والاي مع البي متصلات ويا التي، فيرسم بهالشكل هذا. زين، المثال الاخر يقول ميد بوزيشن البي مرتبط ويا الاي ويا البي، البي المضخه مرتبطه ويا الاي ويا البي، والخزان يكون مغلق بهالشكل هذا. فجدا بسيطه، بس يراد لها تدريب وممارسه. يعني حاول انه يعني تاخذ ذني وتحاول ترسمهن بدون ما تنظر الى الاشكال. طبعا هذا يخص مو فقط الصمامات، جميع الرموز، يعني هي شغله تدريب. زين، نجي على الموضوع الآخر، هو موضوع الهيت اكسشينجر، المبادلات الحرارية. طبعا الزيت يحتاج إلى تبريد أو يحتاج إلى تسخين في بعض الأحيان، فالمبادل الحراري، المبادل الحراري قد يكون هيتر يعني مسخن، أو قد يكون مبرد كولر. زين، طبعا قد يكون هوائي أو يعني هوائي أو عن طريق الماء. فنجي ناخذ اول اثنين ذني. الهيتر دائما يكتسب حرارة او يسخن، فيمتص حرارة من الخارج، فالاسهم تكون مالته الى الداخل. الكولر يطرد الحرارة وين؟ الى الخارج. زين، هذا الرسم الاخير ما راح ادوخكم به. الهيتر والكولر واحد عكس الاخر، الاسهم مالته. زين، نجي على المحرك. طبعا قلنا اكو محركات تحتاجها المضخة على مود الدور. المحرك قد يكون كهربائي يرمز له بهذا الرمز، وقد يكون محرك احتراق داخلي يرمز له بهذا الرمز. بالنسبة الى pressure gauge، طبعا المنظومات الهيدروليكية على تحتوي على مقاييس لقياس الضغط، يرسم بهذه الطريقة. زين، خلنا ناخذ فد مثال بسيط. بعد ما اخذنا كل رمز على حده وعرفنا شلون الرسم، خلينا نعرف انه اذا اعطاني منظومه شلون ارسمها بشكل خريطه هيدروليكيه. طبعا بدايه اني اجي ارقم المنظومه حتى ارسمها بالتسلسل. اني عندي هاي المنظومه ريزرفوار يعني خزان، طبعا الخزان اي رسم اول شيء، ورا الخزان عندي فلتر هذا ثاني شيء، المضخه رقم ثلاثة ارسمها، وعندي كنترول فالف هذا رابع واحد نرسمه، وعندي ايضا مكبس هذا خامس واحد. زين، راح ارسم ابدي بالخزان. الخزان شنو رمزه؟ هذا الرمز مال الخزان، هذا الانبوب. زين، ورا الخزان عندي فلتر، هذا رمز الفلتر اربطه وياه بشكل مربع مقلوب وبي شرطات بالوسط. زين، المربع بي من يتصل؟ يتصل بمضخه، راح ارسمها مضخه عاديه لانه ما يعني قايل لي انه عاديه او ثنائيه او متغيره او ثابته، فارسمها ببساطة. زين، عندي كنترول، هذا الكنترول
طبعا او نسميه صمام توجيهي، يكون هذا خلينا نفترضه ثلاثي بهالطريقه. هذا طبعا هذا راح نرسمه هيك بهالشكل، هذا هذا هنا خزان وهذا مضخه زين، وهذا الاي وهذا البي زين. هذا ايش راح يكون عندي؟ حرسمه في وضع الحياد هسه. طبعا هذا حرسمه مفتوح المركز مره، حرسمه مغلق المركز، وحابين يكون فرق بيناته. طبعا هذا يكون بهالشكل هيجي، هذا بهالشكل. هنا عندي اسطوانه، الاسطوانه راح ترسم هذه اسطوانه شنو ثنائيه الفعل، لانه بيها منفذين، هذا منفذ وهذا منفذ، فاسطوانه ثنائيه فعل راح ترسم بهالشكل هذا. طبعا ذراع واحد بيها، ولو الرسم مو كلش دقيق شوية زين. طبعا اجي اوصل هاي هنا منفذ وهذا هنا منفذ، الرسمة تعدي المنظومة، صار عندي كأنما ايش راح يصير بالنسبة هنا؟ هذا راح يصير عندي البي وهذا تي راجع الخزان. طبعا هنا ما اراجعه هيك الخزان، منظره يعني ما يكون بهالطريقه هاي. يرسم خزان صغير، هو نفس هذا الخزان كانما، لكن يرسم هيك بشكل صغير. وعندي هنا طبعا قلنا اي وبي زين. طبعا هاي ما يحتاج ترسمها، يعني ما يحتاج تكتبها قصدي زين. هاي هذا مركز مفتوح اوبن سنتر. لنفترض انا قلت لك ارسم لي مركز مغلق، المركز المغلق يعني شنو؟ كلوز سنتر، لازم شنو؟ لازم البي مغلق والاي شنو والتي ايضا مغلق، وهذني ايضا مغلقات، لازم الاي مغلق والبي مغلق زين. بهالحاله راح يكون عندي الرسم او المنظومه بيها خطا. الخطا وين؟ الخطا انه هنا المضخه راح تضخ الزيت، المركز مغلق زين، تضخ الزيت مقاومه عاليه، راح يرتفع الضغط الى ان يصل الى حد قد تنفجر المنظومه الهيدروليكيه. فانا شو احتاج بالمركز المغلق؟ دا احكي هنا كلوزد سنتر. المركز المغلق احتاج الى شنو؟ الى صمام ريليف فالف، اللي هو صمام شنو؟ تحديد الضغط. هذا راح يكون شنو بالوضع الطبيعي؟ راح يكون مغلق بالوضع الطبيعي زين، يفتح شو وقت؟ عندما يزيد الضغط عن مقدار معين أنا أحدده، وعندما يقل الضغط النابض راح يرجعه مغلق زين. هذا وين يودي لي؟ إلى الخزان. بهالطريقة أقدر أرسم منظومة مغلقة المركز أو نظام الصمام، يعني صمام مغلق المركز. فبهالطريقة راح أقدر أربط وأرسم هذا الرسم يمثل لي شنو؟ يمثل لي هذا، لكن بدون شنو؟ بدون هذا، هذا بس فقط لغرض التوضيح انا رسمته. وهذا طبعا لازم نسوي مركز مفتوح، اذا ما نسوي مركز مفتوح معناتها لازم نرسم الريليف فالف. اتمنى ان تكونون قد فهمتوا الموضوع، موضوع الرموز الهيدروليكيه، وارجو ان اكون انا قد وضحت الامور بشكل صحيح، وأتمنى أن أكون ما أطلت عليكم. تحياتي لكم جميعا وتمنياتي لكم بالموفقية والنجاح. شكرا جزيلا.